السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، النهارده هنقدم لحضراتكم أسعار بورصة الدواجن ليوم الثلاثاء 2 رمضان 2019 تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم سعر كيلو الفراخ الأبيض 30 جنيه. سعر كيلو الفراخ الساسو 38 جنيه. سعر كيلو الفراخ البلدي 36 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الأبيض من 6 جنيه ل 8 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 4 جنيه ل 6 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 3 جنيه ل 4 جنيه بالنسبة لأسعار البيض كرتونة البيض الأبيض 35 جنيه كرتونة البيض الأحمر 36 جنيه كرتونة البيض البلدي 41 جنيه في النهايه بشكركم لحسن المتابعه لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته